FM. الكلمة ليك. نحن من المفروض نحكيه حكومة وحدة وطنية. ساعة أولا ليس بالضرورة أن تكون الناس كلها ممثلة فيها باش نتفق. وحدة وطنية أنه عندها سند من طيف واسع من جميع التوجهات. معناه نجم يكون الطيار يسندها بدون أن يكون جزء منها. ونحن يشرفنا أن نحب الحكومة هذه تنجح. خاطر في نجاحها هي نجاح التونس. وبالتالي أنا معناه أدعوني أن أدعم هذه الحكومة. سأدعم برنامج وسأدعم كفاءات وسأدعم إرادة متاع حكومة معناها تحب تغير في البلاد. أسف شديد رينا أنه جينا من كل الأطراف بما فيهم النقابة. أنا نقول لك الوجود قيادات نقابية اليوم في الحكومة هذه تضارب مصالح مع الاتحاد العام للشغل. سمحني نحن نسعى تجبرة. لا سي سامي يقول لك ولكن هم قيادات معروفة. عميد البريكي محمد طربلسي مش أعضاء. ما دخلش بصفة تمثيلية متاعه أكيد أي. ولكن يحمل في طياته في داخله أنه هو نقابي وقيادي نقابي. وقت حط لي قيادي نقابي في وزارة الشؤون الاجتماعية باش يدخل غدا في مفاوضات مع الاتحاد العام للشغل ومع اتحاد الأعراف. فما تضارب مصالح. وين التضارب؟ وين نسير تضارب؟ شيء طبيعي. هو قيادي أكيد سيستجيب لطلبات أو سينحاز الاتحاد العام للشغل على أساس على ضد معناها الاتحاد الأعراف. في قلق. رأوا الحكومات والنقابات ديما في خصام في خصومة. الكلمة ليك.